بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعني الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. ووقفنا على قوله: وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، إلى آخره. ظاهر غني عن الشرح، في كل ركعة في 12 ركن، وفي كل صلاة في 6 أركان لا تتكرر. يبقى الركعة لما يبقى فيها 12 ركن الصبح ركعتين، يبقى 24 ركن، والستة التي لا تتكرر يبقى 30 ركن، على عدم اعتبار الترتيب في الحساب. لو احتسبنا الترتيب هتبقى 7 لا تتكرر منها الترتيب، وهتبقى 31 ركن، لكن هو هنا ما حسبش الترتيب ركن، ولا حسب كمان نية الخروج من الصلاة، لأنه قول ضعيف الركنية، نية الخروج من الصلاة. إيه هي الـ 12 ركن في كل ركعة؟ القيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاطمئنان في الركوع، والاعتدال، والاطمئنان في الاعتدال، والسجدة الأولى والاطمئنان فيها، والسجدة والجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، والسجدة الثانية والاطمئنان فيها. أدي 12 ركن في كل صلاة في كل ركعة. في 6 أركان لا تتكرر، وهي النية وتكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام، والتشهد، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى. كويس، يبقى دي 6 أركان لا تتكرر. كويس، يبقى عندنا النية، الأركان التي تتكرر النية، تكبيرة الإحرام، الجلوس للتشهد الأخير. كويس، والتشهد فيه، والصلاة على النبي فيه، والتسليمة الأولى. أدي 6 أركان لا تتكرر. يبقى ما نحط 6 مع 12 في 2، لأن الصبح ركعتين، تطلع 30. 12 في 2 24 زائد 6 يبقى 30 ركن. طيب، والمغرب 3 في 12 ب 36 زائد 6 لا تتكرر تبقى 40. سهلة، تبقى 42. مش كده برضو؟ 36 و 6 تبقى 42. طب والصلاة الرباعية 4 في 12 48 زائد 6 تطلع 54. يبقى الشيخ ما غلطش، على اعتبار عدم حساب الترتيب. لو حسبت الترتيب يبقى الأركان في الصبح 31، وفي المغرب 43 اللي هي الثلاثية، وفي الرباعية تبقى 55. سهلة الحكاية. ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه، صلى جالسا على أي هيئة شاء، وأفضلها جلسة الافتراش اللي هي جلسة التشهد الأوسط إن كانت لا تؤذيه، لأنه ده هيبقى عنده عذر. فإذا عجز عن القيام صلى جالسا بأي هيئة، بأي هيئة. طب أفضل هيئة إيه؟ لو هو يقدر يجلس أي هيئة من هيئات الجلوس، يختار هيئة الافتراش لأنها هيئة من هيئات الصلاة، جلسة في الصلاة، فيبقى هيئته شكله هو قاعد لها كأنه قاعد بيصلي. ف
فإن لم يستطع فمتربعا على الأرض، فإن لم يستطع فبكرسي، زي ما احنا ايه الناس بتصلي على كرسي الوقت، لدرجة ان مساجد المسلمين، لان ركب المسلمين بقت تعبانة في مصر بالذات، ما عرفش ايه المشكلة، الخلل اللي بيبوظ ركب الناس بدري بدري، لما اصبحت المساجد النص الخلف فيها كله كراسي عامل زي الكنيسة، الكنائس بكراسي، فبقت منظر غريب قوي يعني، والناس بتتساهل في موضوع الجلوس في الصلاة في الفريضة، يبقى جاي من بيته ماشي ويقف مع صاحبه يكلمه على باب الجامع نص ساعة بعد الصلاة، وساعة الصلاة يروح قاعد متكسح. طب ما انت كنت حلو واقف بتتكلم، ما انت جاي ماشي، وقايلين القيام مع القدرة ده ركن من أركان الصلاة. فالناس بتتساهل، وده خطأ تبطل به الصلاة في الفريضة، يعني لو جلس مع القدرة على القيام صلاته باطلة، وده أمر مهم ناخد بالنا منه. فيبقى القيام مع القدرة ده أمر، والقيام يسقط إمتى؟ عند العجز. فأنا لا أرى واحد عاجز عن القيام وجاي من بيته ماشي، صح ولا لأ؟ مش جاي من بيته ماشي يبقى مش عاجز عن القيام. ويمكن كمان تسأله أنت ساكن في الدور كام، يقول لك في الخامس. عندك أسانسير؟ لأ. ويجي هنا يتكسح يقعد، ليه يتكسح ويقعد؟ طالما ربنا مديله القدرة والقوة، فهمتني بقى إزاي؟ يبقى القيام مع القدرة ده مهم. إن كان بيعجز يعني قادر على القيام، لكن لما يسجد ما بيقدرش يقوم تاني للركعة التانية، يبقى ساعتها يعمل إيه؟ يقوم الركعة الأولانية وباقي الركعات يصليها جالس. واضح؟ لو طرأ له القدرة على القيام بعدما دخل في الصلاة عاجزا عن القيام، وجب له القيام. يعني ودخل الصلاة بدأ الركعة الأولى عاجز عن القيام، دعا ربنا يا رب قويني، ربنا استجاب له في الحال، جات له القدرة على القيام، يجي في الركعة الثانية يقوم على طول. كويس؟ لو طرأ له القدرة على القيام أثناء الركوع وقد كان هوى للركوع، ما يرجعش للقيام عشان يهوى، وإلا تبطل صلاة. واضح؟ لكن يقف بعد الاعتدال، خصوصا لو كان بعد الاطمئنان في الركوع لأنه قد تم الركوع. واضح؟ دي تفاصيل مهمة. لو طرأ له القدرة على القيام عند الاعتدال وقبل الهوي وكان عليه قنوت في الصلاة، وجب عليه القيام لأن القنوت يجب فيه القيام. واضح؟ زي في الركعة الثانية من الصبح، على ألا يكون عوده للقيام فيه إطالة للركن القصير، لأن احنا عندنا الاعتدال من الركوع ركن قصير، فلا يطيله أطول من إيه أو أد قراءته. ودي نقطة بيخطف فيها كثير من الناس في الوقت، يقعد يدعي في القنوت مدة أطول من مدة قراءته. هنا تبطل الصلاة على مذهب الشافعية للعالم بالتحريم، وتصح عند الجاهل مع الكراهة بالحكم، كما هو حاصل في المساجد دلوقتي. يقرا الفاتحة وكل والله أحد، ويجي في القنوت يقعد يقنط نص ساعة. وقت القنوت يكون أقل من وقت القيام للقراءة، لأن القيام للقراءة ركن طويل، والاعتدال للقنوت ركن قصير، والركن القصير لا يطول على الطويل، فإن طال فقد نظم الصلاة المعتاد، إن كان عالما بالحكم بطلت صلاته، وإن كان غير عالم بالحكم جاهل نعلمه ونصحح صلاته السابقة مع الكراهة. واضح؟ فدي نقطة مهمة، لأن بقت كثرت قوي الحكاية بالذات في تراويح رمضان في المساجد، يتباروا إن ده يقول لك قاعد يدعي ساعة إلا ربع، وده قاعد يدعي نص ساعة، وده يعني بيسبقه، ده ما ينفعش. الدعاء النبي كان إذا دعا أجمل في الدعاء، سطر واحد يكفي اللي نص يوم اللي قاعد يقول. لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فيها كل حاجة، مش ده اللي حاصل؟ لكن مش ناقص بقى نجيب دليل التليفونات ونقول أسماء كل مسلم وندعي له، ما ينفعش. ويمسك لك أسماء الله الحسنى اسم 99 ويولف عليه دعاء داخل الصلاة، خارج الصلاة اعمل اللي انت عايزه، سلم وقعد وادعي زي ما انت عايز للفجر. لكن احنا الصلاة لها نظم معتاد يجب علينا ألا نخرج عنه. واضح؟ يبقى الدعاء داخل الصلاة لابد أن يكون مطابقا لنظم الصلاة المعتاد. أردت أن تطيل في الدعاء لا بأس،
ولكن بعد الانتهاء من الصلاة بعد ما تسلم اقعد ادعي زي ما انت عايز، بحيث انك انت حررت الناس. اللي عايز يقعد يدعي معك يدعي، واللي مستعجل يروح يشوف مصلحته، واللي يتعب اثناء الدعاء يروح. لكن انت كده حبس الناس والناس قاعده بتبكي. هل بيبكوا خشوعا ولا بيبكوا عشان عايزين يروحوا؟ الله اعلم. واخد بالك؟ فانت حبستهم. فما يصحش، مش من ادب الصلاه هذا اللي بيحدث يعني، واصبح شائع في المساجد الان. ايوه. إذا استطاع القيام بالاتكاء وجب القيام مع الاتكاء. وجب القيام مع الاتكاء. لدرجة الفقهاء نصوا في كتب الحواشي بقى يقول لك إيه؟ ولو كان غنيا يوظف موظف ويديله مرتب يجي يتكئ عليه ليقيم كل ركعة في الفريضة. لو كان غنيا يجيب له موظف سكرتير تقول له تعالى هنا خمس فرائض تقعد جنبي تسندني عشان أقف أقرأ الفتحة كل ركعة. ويديله أجرة، مرتبك في الشهر 1000 جنيه، تجيلي في الخمس صلوات. واخد بالك؟ أي النص عليه الفقهاء، يتخذ خادمًا أو مساعدًا إن كان لا يستطيع القيام إلا بمساعد، كل ده في الفريضة دون النافلة. في الفريضة دون النافلة. ولو اتكأ في الصلاة الفريضة مع القدرة على القيام بغير اتكاء بطلت صلاته. كل دي تفاصيل. يعني استند على العمود اللي وراه كده وقعد يصلي ويقرا بحيث لو شالوا العمود يقع. مش مجرد انه لمس العمود، لا ده متكئ عليه بحيث لو فرض ان شالوا العمود يروح واقع، يبقى ده متكئ اتكاء يعني معتمد على العمود. لو كانت صلاه فريضه وهو قادر على القيام بغير اتكاء بطلت صلاته. ولكن تصح في النافله. واضح؟ كل دي تفاصيل. ايوه، ما لا باس انه يجلس على مخده وعلى كرسي، يختار الجلسه اللي تريحه. يعني يختار المجلس اللي يريحه، ان كان كل الجلسات تريحه فجلسه الافتراش افضل. يليها في الترتيب التربيعه. يربى. واخد بالك؟ يقعد مربى. وعلشان كده بيقول ومن عجز عن القيام في الفريضه، تقييد ليه؟ لانه لو كان قادرا على القيام في النافله وجلس بدون عجز صلاته صحيحه، لكن له نصف اجر القائم. واضح؟ ومن عجز عن القيام في الفريضه لمشقه تلحقه في قيامه صلى جالسا على اي هيئه شاء، ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر. يبقى أفضل الجلسات الافتراش، يريها التربع. واضح؟ في الأظهر هنا الراجح في الأقوال يعني. الراجح في الأقوال. ومن عجز عن الجلوس، طب عجز عن القيام وعجز عن الجلوس، صلى مضطجعا. مضطجعا يعني على جنبه. والأيمن إذا كان يقدر ينام على جنبه اليمين والشمال، فصلى على الشمال بطلت صلاة. يصلي على اليمين، يبقى نمرة، أو النمرة واحد في الاضطجاع يصلي على الأيمن، فإن عجز عن الأيمن صلى على الأيسر. مضطجعا يعني على جنب، ويبقى وجهه للقبلة. كويس؟ ولما يجي يركع يقعد إذا كان يستطيع القعود لحظة الركوع، وإن لم يستطع يبقى يركع برضه وهو مضطجع. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا يعني على جنب الأيمن أولا ثم الأيسر إن عجز. فإن عجز صلى على جنب، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره. يبقى لو عجز عن الاضطجاع على أحد يمينه أو يساره يبقى يصلي مستلقي يعني نايم على ظهره. وفي الحالة دي يبقى رجليه للقبلة. يبقى رجليه للقبلة. يبقى إخمصه للقبلة، إخمصه اللي هو إيه؟ باطن القدم للقبلة. يسن إن هو يحط تحت رقبته مخدة عشان يبقى باصص للقبلة، يسن. لو كان عنده ألم في رقبته مش قادر يبقى ما يضرش. ولو كان بيصلي داخل الكعبة وسقف الكعبة قدامه فيبقى مواجه للكعبة، يبقى مش محتاج يرفع. كويس؟
ولو صلى على بطنه وهو في الكعبة مش محتاج حاجة، لأنه أرض الكعبة قبلة، لأن جدران الكعبة كلها قبلة، سقفها وجدرانها وأرضها كلها قبلة. والشافعي عندهم صلاة الفريضة داخل الكعبة تجزئ، خلافا للحنابلة. الحنابلة يقول لك داخل الكعبة النافلة بس، لكن الفريضة تبقى خارج الكعبة. قال لو مريض خالص، افرض عنده قرح فراش في ظهره ونيموه على وشه كده، ينام على بطنه، ويبقى ايه؟ رأسه للقبلة. في الحالة دي هتبقى رأسه للقبلة مش رجله للقبلة. كويس؟ فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة. فإن عجز عن ذلك كله أو ماء بطرفه، طبعا هو هنا اختصر، لأن في قبل كده رقبته، يومئ برقبته. كويس؟ يعني يومئ برأسه يعني برقبته، يبقى كده بيه قائم، كده راكع، كده ساجد. كويس؟ ما قالهاش هنا لأن ده كتاب مختصر. يبقى لا يذهب إلى الصلاة بطرفه يعني بعينه بأجفانه إلا لو عجز عن حركة رأسه برقبته. بالترتيب كده، فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. خدت بالك؟ وعلشان كده بيقول هنا إيه؟ فإن عجز عن ذلك كل أو ما بطرفه، يقصد أكفانه. طرف هنا يقصد إيه؟ أكفانه. وطرفه بسكون الطاء مش طرفه، طرفه ده نهاية الحبل. إنما الطرف اللي هو العين. كده برضه؟ فسكون الطاء الطرف هو العين. إنما الطرف هو إيه؟ نهاية الحبل، دي معنى آخر. فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه ونوى بقلبه، يعني مش شرط حتى لو غير قادر على الكلام ينوي بقلبه بس، لأن عندنا الكلام التلفظ بالنية مستحب. فإن عجز عن التلفظ بالنية يكفيه بقلبه. طب ولو عجز حتى عن القراءة بلسانه يجري القراءة على قلبه. كل ده يدلك على أهمية الصلاة. مش الناس يجي له زكام يبطل الصلاة شهر، أي مرض يجي له يروح مبطل الصلاة، أبسط مرض وأكبر مرض ما ينفعش. فده يدلك على أهمية الصلاة في حياة المسلم، وأنها هنيجي بعد كده ناخد صلاة شدة الخوف، يعني حتى وهو بيبارز العدو ويجب عليه الفريضة يصليها وهو بيبارز، اللي هي صلاة شدة الخوف. ده يدلك على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال. إنما إحنا الناس بتتهاون الوقت في الصلاة بطريقة وحشة، لدرجة إن أحيانا يسقط الصلاة عشان ماتش كورة، وعلشان مثلا برنامج مهم في التلفزيون هيفوته، وعلشان ضيف هيجيله، وهكذا. فما يصحش، لازم ندي أهمية الأشياء اللي ربنا جعلها مهمة نديها أهميتها، والحاجات اللي ربنا جعلها ليست مهمة نخليها ليست مهمة. فيبقى اختيارنا واختيار الله، نقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر الله. ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده. ده يجب عليه لو كان ايه ما عندوش ايه ألم في رقبته، لو حط دماغه على المخدة يعني يبقى وجب عليه. طب ما بتوجعه رقبته ما يحطش. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره. يعني لو صلى قاعدا بسبب هذا العذر لا قضاء عليه، يعني لو طرأ عليه القدرة على القيام فالصلوات اللي صلاها قاعد ما يعداش. واضح؟ ولا ينقص أجره، ويبقى أجره تام لأنه صلى قاعدا بسبب العجز عن القيام. لكن أجره ينقص إمتى؟ لو كان قادرا على القيام وصلى النافلة من قعود، هنا ياخد نصف أجر القاعد. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، ونائما هنا أي مضطجعا لا مستلقيا لعدم مروره في القادر على الاضطجاع يعني، ومن صلى نائما يعني مضطجعا هنا، فله نصف أجر القاعد، فمحمول على النفل عند القدرة.
يبقى لما النبي بيقول من صلى قاعدا فلو نصف اجر القائم، ده في النفل للقادر على القيام. طب لو هو صلى قاعدا وعاجز له اجره كامل بسبب ايه؟ العجز. وهذا الحديث والثواب ينقص مع القدرة على القيام لكل مسلم إلا النبي. النبي لو صلى قاعدا وصلى مضطجعا في نافلته فصلاته أجرها واحد صلى الله عليه وسلم، وهذا نص عليه الفقهاء مما استثني فيه النبي عن الأمة في الأحكام إكراما له صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده موجه للأمة والنبي خارج عنه صلى الله عليه وسلم. ها؟ إكرامه، إكرام الأنبياء عند الله. واجتهاد النبي، إن النبي ما يبقاش قادر على القيام ويقعد أبدا. اجتهاد النبي وعلو همته يمنعه من فعل ذلك إلا عند العجز بالكلية. إنما إحنا مجرد بس إن كده يعني رجلك بس وجعتك خفيف، أو لسه حاتي وجعك. لسه ما وجعتك، ده لسه حاتي وجعك، تروح قاعد. أيوة سيدي. عند الشافعية تصلي السنة الصبح وأنت في الميكروباص جالسا إلى غير قبلة، قبلتك وجهتك، ده سنة الصبح. والفريضة لما تنزل ولو قضاء وتبقى غير آثم، لأن الشافعية قدموا إدراك الشرط أولى من إدراك الوقت، لأن الشرط هنا من شروط صحة الصلاة إيه؟ القيام مع القدر، ده شرط. وأنا لا، واستقبال القبلة ادي شرط تاني، عند استقبال القبله هفقده، لان بصلي في الايه؟ في ميكروباص ماشي في جهه غير القبله. واضح؟ وعايز اقوم ومش هعرف اقوم، لا هعرف استقبل ولا هعرف اقوم. يبقى سقط عندي ركن وسقط عندي شرط. فلي ان انا احصل الشرط واقدمه على الوقت. ده اصل مذهب الشافعي كده. مثال: لو قام جنبا قبل الشروق بخمس دقائق، فلو توضأ أدرك من الصبح ركعة قبل الشروق، ويبقى أداء. ولو اغتسل طلعت الشمس، يقدم الغسل ولا يصلي على حاله ويعيد؟ عند الشافعي يقدم الغسل ويصلي بعد الشروق، وعند الأحناف يتوضأ ويصلي ويغتسل ويعيد. واضح؟ لا، الكلام ده ما يروحش بقى امام يعمل لنا الازمه دي، احنا بنتكلم مع نفسي. واضح؟ مع نفسه. لان ما فيش غيره امام يعني، يسيب غيره بقى يصلي بالناس امام، ما يصليش مع طوب. احنا بنتكلم على واحد قام في بيته. قام في بيته. لقى نفسه جنب، ولقى ان بص في الساعه كده لقى ان الشروق فاضل عليه خمس دقائق. لو اغتسل الشمس هتطلع. الشافعي يخش يغتسل والشمس تطلع تطلع. ويصلي بعد ما يغتسل. ده معظم الناس بتعمل كده، هو ده مذهب الشافعي، لانهم قدموا تحصيل الشرط على ادراك الوقت. واضح؟ الاحناف عندهم ادراك الوقت اولا ثم يحصل الشرط ثانيا مع الاعاده. يعني الاحناف يعمل ايه؟ هيصلي وهو قاعد الصبح في الميكروباص لادراك الوقت وليس لادراك الصحه، وبعدين اما ينزل يصلي الوقت تاني لادراك الصحه. الشافعيه ما يعملش كده، يستنى واما ينزل يصلي مره واحده. واضح؟ على حسب وجهه نظر الفقيه في تقديم ايهما، تقديم الشرط على الوقت ولا تقديم الوقت على الشرط. فهمت المساله؟ هي مبناها كده. فصل: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. هنخش في السهو بقى، السهو في الصلاة. وعشان كده بعض النسخ يقول لك إيه فصل سجود السهو، عنوانها كده. وفي بعض النسخ ما فيش العنوان ده. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، يعني نسي خمس مرات في حياته كلها، يبقى كأنه ما سهش. يبقى نادر الأنبياء تسهى. تسهى، والسهو هو النسيان، وليس السهو والنسيان بمعنى الغفلة. الأنبياء لا يغفلون،
الغفلة ده تجوز في حق الأنبياء، لكن النسيان ممكن. والفرق بين النسيان والغفلة أن الغفلة يسبقها جهل، والأنبياء لا يطرأ عليهم الجهل. غافل عن الشيء يعني جاهل بالشيء، إنما ناسي الشيء عالم بيه بس نسيه. واضح؟ فلا يصح في حق الأنبياء الغفلة. ربك سبحانه وتعالى بيقول لنبينا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر، قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، سورة يوسف، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مش كده؟ ونحن بنقول الغفلة لا تطرأ، والنبي نبي. وإن كنت من قبل الوحي لمن الغافلين، أي غير العالمين بهذا الأمر. واضح؟ يبقى الغفلة هنا بمعنى عدم العلم قبل الوحي. سهلة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي لا يغفل. النسيان في البشر ليس نقصان بل كمال، يعني البشر العادي الكامل ينسى لأنه صفة من صفات البشرية كده برضو. فمن كمال الإنسان البشري أنه ينسى. سيدنا آدم أبو البشر وهو نبي، قال: فنسي ولم نجد له عزمه، فنسي ولم نجد له عزمه. مش كده برضه؟ يبقى النسيان يجوز في حق الانبياء، ولكن على الا يكثر، لانه لا يكثر الا من الغافل. لكن علشان كده نقول النبي ينسى. سيدنا ادم نسي ايه؟ مره واحده واكل من الشجر خلاص، وعاش 1000 سنه. شوف قد ايه. يبقى النسيان في حق الانبياء نادر، لكن قد يقع. ويقع النسيان في حق الأنبياء فيما سبق التبليغ فيه لينبهوا، ولا يقع النسيان في حقهم فيما لم يبلغوه. واضح؟ كل دي أمور مباحث في النسيان موجودة في علم النبوات، في علم التوحيد. نسيان النبي هل ينسى ولا لا ينسى؟ ده مبحث. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك. يبقى كل لكن دل على أنه برضو ينسوا، لكن زي ما قلت لك نسيانهم ليس كنسيان سائر البشر. أنت مثلا الشهر اللي فات سهيت في الصلاة كم مرة الشهر اللي فات؟ كتير قوي. ما أنا بقول لك كتير قوي. لكن النبي ظل 23 عام يصلي بالناس لم يسهو إلا 5 مرات. يبقى نادر. وسهى سهى، لا ما فيش حاجه اسمها يسهو بارادته، لان التغافل ده تغافل، ده تبطل صلاه. استنى بس افهمه لك. الصبر جميل، ده انا حافظه برضه. لو الانسان عمل نفسه ناسي وهو مش ناسي جوه الصلاه تبطل صلاته، لانه صار متعمدا. فلا يجوز اننا نقول ان النبي كان بيمثل النسيان عشان يعلم الناس يعملوا ازاي. غلط كده، تبطل صلاة. فهمت؟ قالها بعد غفلة الصوفية، قالها بعد غفلة الصوفية عشان عايزين يعني ينفوا النسيان، لان خايفين ليكون النسيان ده نوع نقص. فعايزين بقى يعني يقولك لا ده كان يعني يتناسى ليعلم، يعني يعمل نفسه ناسي عشان يعلم. بس دول غفلة الصوفية اللي هم ما عندهمش فقه، لأنه لو تناسى مع العلم بطلت صلاة، والنبي ما يعملش حاجة تبطل الصلاة. وفي رواية برضو إن إني لا أنسى ولكن أنسى، تنفع ما يجراش حاجة، لأنه ربنا قاهر فوق عباده ينسيه علشان يعلمنا لما ننسى نعمل إيه. ونسيان النبي ما كانش، كان الخمسة كل واحدة في حالة شكل علشان يعلمنا النسيان في الحالات المختلفة. مرة نسي فسلم من ركعتين وهو بيصلي رباعية، ومرة نسي فقام لثالثة، ومرة نسي فنسى التشهد الأوسط، ومرة نسي قام لخامسة. كويس؟ فكل مرة نسيان شكل عشان يعلمنا إزاي. والنسيان في حقه كمال لأنه بلاغ وبيان، لأن لولا نسيانه في الصلاة ما علمنا
الحكم، لأنه قد يبين لنا الحكم قولا فيشتبه، لكن الفعل لا يشتبه. وعشان كده الإمام البيجوري جاب في الحاشية شعر لواحد لم ينسبه له، بيقول إيه: يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون إلا من كل قلب غافل لاهي، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. يبقى سهى عن الفعل ولم يسهى عن الله، سهى عن الصلاة ولم يسهى عن الله، واضح؟ فالسهو قد يطرأ عليه في أعماله ولا يطرأ عليه في قلبه تجاه مولاه، واضح؟ عشان كده بيقول إيه: لو واحد سألك السهو يكون من كل قلب غافل لاهي، فإزاي تقول النبي بيسهى؟ تقوم تقول له: قد سهى سره عن كل شيء عما سوى الله، فالتعظيم لله. ده الرد يعني. وكانوا برضو بيقولوا: وما سمي إنسان إلا لنسيه، وكان أول ناس أول الناس، اللي هو سيدنا آدم، فنسي ولم نجد له عزمة. سيدنا آدم نبي نبي، ونسي نسي، يبقى النسيان يطرأ على الأنبياء. فالمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض ويسمى الركن أيضا، وسنة وهيئة. طبعا سنة هنا يقصد بها إيه؟ الهيئات الأبعاد، وسنة وهيئة اللي هي الأبعاد والهيئات، الاثنين سنن، بس احنا قسمنا السنن إلى أبعاد يعني تحتاج سجود سهو، وإلى هيئات يعني لو نسيها لا تحتاج سجود سهو، وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. طبعا لو واحد فاته فرض من الصلاة، فاتني سجدة، سجدت سجدة واحدة وقمت وتذكرت السجدة دي وأنا بقرأ الفاتحة، علي أترك الفاتحة وأنزل جالسا، علشان الجلوس بين السجدتين ده ركن، واطمئن جالسا وبعدين اسجد وبعدين اقوم. اترك الفاتحه، ما انا بترك الفاتحه فرض لفرض، واضح؟ طيب تذكرت ان فاتتني السجده دي بعد ما رفعت من الركوع او انا راكع، استمر في الركعه والغي الركعه اللي فاتت كلها، ما تتحسبش، واضح؟ ويبقى بعد كده ازود ركعه. فهمت المساله؟ لكن لو تذكرت الركن قبل مرور مثله أرجع له، فإن فعلت مثله لغي ما بينهما وكان هذا تكملة للسابق. فهمت المسألة؟ افرض إن أنا تذكرت إن أنا نسيت سجدة في الركعة اللي فاتت، وتذكرت وأنا في السجدة الأولى، فهمتني إزاي؟ من الركعة، يبقى هروح قاعد عشان اجيب الجلوس بين السجدتين، واروح ساجد وقايم، واللي عملته بين ده كله لاغي، واضح؟ طال الفصل، نسيت في الركعه الاولى وكملت، وافتكرت وانا في الركعه الرابعه، يبقى الغي الركعه الاولى واعتبر الرابعه دي ثالثه، واقوم اجيب الركعه. فهمت بقى الطريقه؟ لكن ما فيش حاجه اسمها انسى ركن واقول اسجد لسه وما اعملوش، لازم اعمله، واضح؟ لو تذكر بعدما أنهى الصلاة والعهد قريب ولم يفعل مناف للصلاة، يعني ما كلش ولا شرب، واخد بالك، ولا وطأ نجاسة، يبقى على طول يبني على ما فات، يبني على ما فات، زي حديث ذو اليدين، ما هو النبي اتكلم وبتاع حقا ما قال ذو اليدين، واخد بالك، قالوا نعم، فتوجه للقبلة وكان قد استدبرها وتحرك وبنى على ما فات ولم يستأنف. لكن لو طال الفصل أو انتقض وضوءه أو وطئ نجاسة، يعني مشي ووطئ نجاسة أو أكل وشرب، كل ده يخليه يعيد الصلاة، بقى نقول له عيد الصلاة كلها، واضح؟ لا، يجيب ركعة، يجيب ركعة خلاص. لو كان السجدة دي نسيها في الركعة الثانية مثلا، لكن لو نسي السجدة دي في الركعة الأخيرة مش هيجيب ركعة،
هيلتفت ويجلس ويسجد ويقعد يقرا تشهد ويسجد سجدتين سهو ويسلم. بس على حسب السجده دي نسيها فين. رد على هديتين وقال له ايه؟ وقال اقشعر الصلاه ولا نسيت الصلاه؟ وقال كل ذلك لم يقل. روايات كثيره. لا صحيح. كل ذلك لم يكن يعني مجموع الكل، ما اجتمعش عند النسيان وقصر الصلاه، لم يجتمعان فحق. صح ولا لا؟ كل ذلك لم يكن يعني مجموع الكل لم يكن. وقد ينفي وقد لا ينفي احدهم. ولو قلنا ان كلمه الكل لا تجمع المجموع، بل اذا عند بعض المناطق يقول لك الكل تنفع على الاجزاء وليس المجموع، وبعضه وقع، عشان كده قالوا بل بعضه وقع يا رسول الله. يبقى نقول ان النبي كان صادقا لانه على اعتقاد ظنه، وان خالف الواقع، لان الكذب عند المناطق هو قول خلاف الواقع، وعند الفقهاء ما خلاف الظن، فهو قال على خلاف ظنه فلا يكذب. واضح؟ انما المناطق عندهم الكذب، وان تقول الشيء على خلاف الواقع، فاذا قلت الشيء على خلاف الواقع عند الفقهاء يسموه خطأ ولا يسمونه كذب. لكن متى يسمونه كذب؟ لو كان على خلاف ظنك. واضح؟ يعني مثلا انت قلت، واحد بيقول لك اديني ممكن 10 جنيه سلف، فانت متصور في ذهنك انك انت ما حطيتش فلوس في جيبك، تقول له والله ما معايا حاجه النهارده، نسيت احط فلوس في جيبي. كويس؟ ده ظنك كده. ومشي الراجل، حطيت ايدك في جيبك لقيت كل فلوسك في جيبك، معاك كل حاجه. اسمك عند الشرع ايه؟ ليس كاذبا. ليه؟ لان انت قلت ذلك عند ظنك، ساعتها كنت ظنن كده. واخد بالك ازاي؟ طيب والكلام اللي قلته له ده كان خطا. لكن عند المناطق ده كذب. لانه قلت له خلاف الواقع. المناطق ينظروا للواقع. فهمت ازاي؟ والفقهاء ينظروا للظن. ولا عبرة بالظن، البين خطأه فلا يعتبر به ونقول عليه كذب. عندنا كده قواعد في الشرع، فلا عبرة بالظن، البين خطأه. فهمت؟ فأنت ترد على الحاجات دي بهذه القواعد. أيوة تفضل. يعني التقسيم دي أمدي للتقسيم. لا التقسيم هو بيسأل، هو محتار. يعني هل ده كان نسيان يا رسول الله ولا كانت الصلاة؟ ولا دي يعني التقسيم؟ أم دي للتقسيم؟ فهمتني ازاي؟ لو شك في نسيان ركن في الصلاة بنى على الأقل، لو شك في نسيان ركن بعد الصلاة يبقى تتم صلاته على الصحة. يعني بعد الصلاة سلم وشك، يا ترى أنا قريت الفتحة في الركعة الثانية ولا لا؟ تنقضي الصلاة على الصحة. لكن لو شك أثناء الصلاة، أنا ما قريتش الفاتحة في إحدى الركعات، يبقى يسقط ركعة ويبني على اليقين. خدت بالك؟ يبقى هنا فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرد وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، أو ذكره بعد السلام يعمل إيه؟ والزمان قريب، أتى به وبنى عليه زي ما النبي عمل مع حديث ذو اليدين. وأتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو. سجود السهو إيه حكمه؟ سنة. سجود السهو حكمه سنة. في سؤال بقى كان مشايخنا يحبوا يسألونا فيه، متى يجب سجود السهو؟ يلا فكر. هو نفسه سنة، بس متى يبقى واجب ويأثم لو لم يفعله؟ هو ده السؤال. يلا فكر، أديك فرصة كده على مشهور. ده سؤال ايه مشايخنا، يعني كانوا يحبوا يشوفونا احنا فاهمين ولا مش فاهمين. ما هو ما كانش يبقى سؤال، هو ليه صورة واحدة واجب. لو كنت مأموما والإمام سجد للسهو وجب عليك أن تسجد خلفه لمتابعة الإمام، فيبقى سجود السهو للإمام سنة وللمأموم واجب لمتابعة الإمام. حلوة الحتة دي؟ فإن لم يسجد مع الإمام سجود السهو بطلت صلاته لمخالفته المتابعة. شفت المهمة دي؟ لطيفة دي. ها؟
ولو سجد بعد التسليم وسمع ان الامام سجد يبقى عليه سجود السهو وكان مسبوقا، يسجد للسهو بعد ما يخلص. واضح؟ يعني إذا قامت وتذكر بعد الليل وتذكر بعد الصلاة، هل في هذه الركعة يجهر في الركعة الأخيرة هذه ولا يجهر؟ إذا كانت صلاة نهارية يجهر، صلاة ليلية يعني يجهر، صلاة فيها جهر يجهر. هو بيصلي الصلاة الليلية دي بيصليها في النهار ولا في الليل؟ يبقى يجهر صلوات الليل كلها جهرا. يعني بعد مثلا بعد ما يصلي ركعتين لا الجهر وله الإصرار على اعتبار حديثين، ما فاتكم فإيه وما فاتكم فأتموا، في رواية فقدوا، فعلى رواية فقدوا يبقى أنت بتقضي الأولى يبقى تجهر، وعلى رواية فأتموا تبقى أنت إيه بتتم الأخيرة. فهمت؟ وماله ما هي فاتتك نسيانا إيه؟ والتاني فاتته تأخيرا، بس فاتتك في الحالتين الصورة واحدة، واخد بالك؟ لكن السبب هو المختلف، لكن الصورة واحدة. فعلى رواية فقده هيجهر. وعند الشافعية فيه تفريعة لطيفة، يقول لك لو حضرت انت مع الإمام مثلا ثلاث ركعات من صلاة العشاء، فحضرت مع الركعة الثانية فيها جهر وصورة، الركعتين التانيين فيها فتحة بس وما فيهاش سورة، تجيب انت الأخيرة جهرا وسورة عشان تبقى صلاتك فيها ركعتين جهريتان وسورتان وفيها ركعتين سريتان. ده الأفضل، السورة دي أفضل عند الشافعية، نصوا على ده. واضح؟ يلا انتوا كترتوا الأسئلة، لو صبرنا على نفسنا، أصل احنا إيه هنقول صور تانية كتيرة، فهتلاقوا نخلص دي، ولو لقينا في صور ما اتقالتش نسأل فيها، لأن ممكن تلاقي إيه جزء كبير يتجاوب. بس دون السؤال بتاعك في ورقة عشان ما تنسوش. يقول أو ذكره بعد السلام، ذكره هنا يعود على الفرد يعني اللي نسيه، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي منه، وسجد للسهو وهو سنة كما سيأتي، وتفتكر السؤال متى يجب سجود السهو. لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها. طب افرض عليه سجود السهو وسهى يسجده كمان، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. يعني انا عليا سجود سهو، على ان انا هسجد للسهو بعد ما اخلص التشهد، فانا نسيت ورحت مسلم وقمت مشيت، يبقى خلاص صلاتي صحيحه. لو سكروك الناس ولم يطل الفصل ولم تتحول عن القبله تسجد، ولو بعد التسليم. والسنه هنا بقى عرفنا ان الفرد لو نسيه لابد انه ياتيه ويسجد للسهو في الاخر. واضح؟ طيب لو نسي بقى من السنن، والسنه ان تركها المصلي لا يعود اليها بعد التلبس بالفرد. يعني انا نسيت التشهد الاوسط وتذكرت بعد ما بدات اقرا في الفتحه او بعد ما كنت للقيام اقرب، وانا عارف الحكم عالم بالحكم، ثم ذكروني فعدت مع علمي بالحكم بطلت صلاتي. طب لو تلبس بالفرض يعني القيام وذكروه فعاد، إن كان غير عالم بالحكم أو ناسيا، كان عالما بالحكم فنسي وعاد صلاته صحيحة، فما نتسرعش في إيه؟ في إبطال صلاة العوام، لأن في ناس بتتسرع في إبطال صلاة العوام وإذا خطأ صلاة العوام صحيحة لأنهم جاهلين بالحكم. واضح؟ لكن امتى تبقى باطله؟ لو كان عالما بالحكم ذاكرا. ده انت ممكن تبقى عالم بالحكم وناسي، وبعدين يذكروك تلاقي نفسك قعدت، يسموها كده عند الاطباء بالريفلكس، يعني بدون تفكير كده قعد، وبعدين بعد ما قعد قال ايه ده؟ لو كانش حق اقعد لانه عارف الحكم.
صلاته صحيحة، لأنه جلس ناسيا، ناسيا للحكم. واضح؟ يعني يبقى العالم بالحكم صلاته صحيحة إن كان ناسيا، والجاهل بالحكم صلاته صحيحة للجاهل. واضح؟ يبقى ما نتسرعش في إبطال صلاة العوام، نرجو ذلك. بتحصل في كل مسجد ويقوموا الناس يصلوا من أول وجديد، وكده غلط، الحكاية دي غلط. والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. عموما أنا نسيت أقرأ بعد الفتحة سورة، وآيات الله أكبر ركعت، ما ارجعش بقى وأسيب الركوع على سورة. فهمت؟ خلاص، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. فهمت؟ وهكذا. لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. طيب، وأنت لما تتذكر التشهد الأوسط وانت قايم، امتى تجلس لو كنت للجلوس اقرب، وامتى لا تجلس ان كنت للقيام اقرب. ايه حد القيام وحد الجلوس اقرب؟ هو ادنى حد للركوع، ادنى حد الركوع ان ايدك تطول ركبك وانت منحني خفيف، فلو ايدك عدت على ركبك وطالعه تبقى انت للقيام اقرب، لو ايدك لسه ما طالتش ركبك ولتحت تبقى انت للجلوس اقرب فتجلس. واضح؟ فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا، لأنه هنا تلبس بركن القيام حتى من غير الفتح، لأن في ركن القيام ده ركن، فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. عامدا يعني غير ناسيا، عالما بالتحريم يعني غير جاهلا، يبقى العذرين موجودين. واضح؟ أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاة، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأموما عادة. يعني لما يتذكر أنه نسي التشهد الأوسط وهو إلى القيام أقرب يلزمه القيام. طب وتذكره هيفيده في إيه؟ أنه يسجد له للسهو. ويبقى انت الامام لما ينسى سجود التشهد الاوسط وقف تذكره تقول له سبحان الله وانت واقف، ما تقوله سبحان الله وانت قاعد. طب وسبحان الله ليه انت واقف؟ علشان كانك بتقول له خليك زي ما انت، بس انا بقول لك سبحان الله عشان تسجد للسهو. واضح؟ انما لو قام لخامسه تقول له سبحان الله وانت قاعد، علشان تذكره ان ده موضع جلوس. واضح؟ ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأموما عاد وجوبا. إمتى المأموم يرجع من القيام للتشهد الأوسط؟ لمتابعة الإمام. أنا بصلي في الركعة الثانية مأموم، ورحت قايم واقف، لقيت الإمام قاعد، أروح راجع قاعد حتى لو وقفت، لأن متابعة الإمام واجب. واضح؟ لكنه يسجد للسهو عنها، عن هذه السنن اللي هي الأبعاد يعني، في صورة عدم العود أو العود ناسيا. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة، في ستة أبعاد عند الشافعية هم دول اللي يسجد للسهو لما ينسي: التشهد الأوسط والجلوس فيه والصلاة على النبي فيه، أدي ثلاثة، والقيام للقنوت والقنوت والصلاة على النبي فيه، ادي ست. يعني لو قانت في الفجر وقال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وما قالش في الاخر وصلى الله على سيدنا محمد واله، وركع وسجد، عليه يسجد سهو لانه ما صلاش على النبي. شفت ازاي؟ ها؟ ايوه، في حواشي القنوت، في حواشي القنوت. ايوه، الصلاه على النبي، لا الصلاه على النبي، والصلاة على النبي في التشهد الأوسط، والصلاة على الألف التشهد الأخير. الصلاة على الألف التشهد الأخير لو ما صلاش يسجد للسهو برضه، لأنها من الأبعاد. القنوت عشان يبقى كامل لازم يحتوي على حمد وثناء ودعاء وصلاة على النبي، عشان يبقى كامل القنوت عند الشافعية لازم يبقى فيه الأربعة دول، في حمد وثناء ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى قنوت كامل. وعشان كده يدونا مثال بالآية اللطيفة الحلوة دي:
اللي هو لو انت عايز تقول قنوط قصير يعني ويبقى فيه كل حاجه، تقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قلت انك ايه؟ تبقى انت عملت كل القنوط، لان فيها ثناء وفيها دعاء وفيها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت كل ايه؟ كل اركان القنوط. يبقى الابعاد سته. التشهد الاول وقعود، يعني انا لو قريت التشهد الاول وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، الله اكبر، وما قلتش اللهم صل على سيدنا محمد، عليه يسجد سهل. فهم؟ ده مين؟ ده مذهب الشافعيه بس، دي من خصوصيات المذهب، مفيش مذهب تاني يعمل كده، احنا بس الشافعيه، خدت بالك؟ وكذا الصلاة على الألف التشهد الأخير يسجد لها للسهو، مذهبنا بس، مذهب الشافعية بس، باقي المذاهب لا، لكن يفوتوا الثواب لكن ما عليها سجود سهو. سهلة؟ ولا صلاة لمن لم يصلي عليه. ده صلاة صحيحة. التانيين قالوا لا صلاة كاملة. فهمت بس؟ لا صلاة لمن لم يصلي عليه. خذوا عني مناسككم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. ولما نزلت يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سالوه علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فعلمهم الصلاه الابراهيميه. وخلوها في الصلاه، يبقى كان بيعلمهم ازاي يصلوا عليه جوه الصلاه. كل الحاجات دي الشافعيه خدوها لانها من اركان الصلاه. فجعلوا الصلاه على النبي ركن من اركان الصلاه في التشهد الاخير. ومن الأبعاد في التشهد الأوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فأنت قلت أشهد أن محمد رسول الله، ذكرت محمد أهو، طب فين الصلاة عليه؟ يا بخيل. فلازم عندما ذكرت محمد تقول صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى؟ وطلع درجات المنبر فقال إيه آمين، والركعة الدرجة الثانية آمين، والدرجة الثالثة آمين، الحديث الصحيح. فسألوا الصحابة قال أتعرض علي جبريل فقال من ذكرت عنده ولم يصلي، بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين كده برضو. وبعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، وبعد من أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يدخل الجنة فقل آمين فقلت آمين. آمين 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 في البر وفي إيه وفي رمضان وفي الصلاة على النبي، يبقى امر مهم. ويا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، امر للوجوب، والوجوب يكون عند ذكر اسمه وعند الصلاه وغير ذلك سنه. الصلاه على النبي واضح. الملكيه قالوا ده هي واجبه في الجمله، الصلاه على النبي واجبه في الجمله، يعني ولو مره في العمر وبعد ذلك سنه طول عمرك، ادي معنى واجبه في الجمله. الشافعي قال لك لا، ده واجبه في الصلاه في التشهد الأخير وواجبة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وسماع اسمه. يبقى الأبعاد التشهد الأول قعوده والقنوط في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوط والصلاة على النبي في التشهد الأول والصلاة على الألف في التشهد الأخير. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها. الهيئات اللي هي إيه؟ ما حطش إيده اليمنى على اليسرى، ما رفعش ايده عند التكبيرات الانتقاليه، ما واخد بالك، ما قراش سوره بعد الفاتحه، لم يجهر في موضع الجهر او اثر في موضع الجهر وجهر في موضع السر، لم يسبح التسبيحات في الركوع، لم يسبح التسبيحات في السجود، كل دي بقى سائر سنن لو فاتته لا يسجد للسهو وفاته فضيلته فقط. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يكبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. وإذا شك المصلي، نيجي بقى في مسألة تانية الشك بقى، وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، بنى على اليقين وهو الأقل، والأحناف بنى على غالب الظن. يبقى مذهب الأحناف بنى على غالب ظنه، والشافعية لا يبنون على غالب الظن بل على اليقين.
يعني لو انا 90% في الركعه الثانيه و10% احتمال ان انا مش في الثانيه. الحنفي يقول لك انا في الثانيه غلبت الظن، والشافعي يقول لك لا انا في الاولى بقى. فهمت؟ فهمت المساله؟ يبقى الاحناف ياخذوا على غلبه الظن، والشافعيه ياخذوا على اليقين، واليقين اللي هو 100% وتحلف عليه. الاحناف طبعا ردوا على الشافعيه ردود قد كده ومناقشات قد كده بينهم وبين بعض في كتب الفقه المقارن. تقعد بقى تنبسط قوي من مناقشاتهم لبعض، وتشوف الفقهاء ازاي يعني فصصوا الامور، ودي لطيفه يعني ممكن تذهب اليها في كتب الفقه المقارن. لكن على اي حال الشافعيه عندهم تبني على اليقين، يعني لو كانت 99% يقول لك لا لما تبقى 100%. واضح؟ يبقى اليقين اللي هو 100%، والظن الظن في المسألة دي كالشك كالوهم، واحد عند الشافعية في مسألة العدد الركعات أو قراءة الفتحة وعدمها كالشك والوهم. إدراك الطرف الراجح يسموه الظن، وإدراك الطرف المرجوح يسموه الوهم، وتساوي الطرفين يسموه الشك، واليقين اللي هو 100%. يبقى مراتب العلم إيه؟ جهل وهو عدم العلم، دي أول مرتبة، جهل اللي هو عدم العلم. تعرف كذا ولا ما أعرفش، ريحنا الحمد لله جاهل. يبقى ما عندوش علم بالمسألة. حاجة عارفها 100%. ده اسمها يقين. حاجة عارفها كده بنسبة غالبة يعني فوق 50% يسموه ظن. طب والمقابل ليها بقى؟ لو أنا عارفها 70%، طب وال30% يسموه وهم، اللي هو الطرف المرجوح يسموه وهم، والطرف الراجح يسموه ظن. طب استوى الطرفين يبقى شك. خدت بالك؟ في المسألة دي بقى كل ما هو غير يقين يسمى شك، سواء كان وهما أو ظنا. وعشان كده إذا شك في صلاته يعني غير متيقن، يدخل الوهم ويدخل الشك اللي هو 50% ويدخل الظن الراجح. واضح؟ في المسألة دي خد بالك إن في مسائل تانية الشافعية ياخدوا بيها بالظن. المسألة هنا الشافعية ما ياخدوش فيها بالظن، مسألة عدد الركعات والحاجات دي هتيجي في مسائل أخرى ناخد فيها بالظن. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به، وعلشان كده نص الإمام البيجوري على أنه لا يأخذ بكلام المصلين، يأخذ باعتقاد نفسه، إن قل عددهم فإن تواتر العدد يعني الجمع كله. وجهان عند الشافعية، وجه يقول يسير على اعتقاد نفسه حتى ولو الجمع كله، لأنه لو أخذ بهم صار مأموما لهم وهو إمام. واضح؟ فإذا أخذ بقولين بطلت صلاته ولو كان العدد تواتر. وهذا الرأي مرجوح، والراجح أنه إذا تواتر العدد ترجح عنده اليقين فأخذ بهم. واضح؟ يبقى لو أنت بتصلي باثنين ثلاثة وبعدين قالوا لك سبحان الله اثنين ثلاثة، ما يمكن هم اللي ناسيين، امشي على اعتقاد نفسك، عددهم بسيط دول. فهمت؟ لكن انت بتصلي بالجامع في صلاة جمعة كل الجامع سبحان الله في صوت واحد، انت عملت جناية بقى. يبقى كل كده فاكر وانت بس، كل ناسي وانت بس اللي فاكر، صعبة دي. في وجه عند الشافعي يقول لك برضه ما ياخدش بيه، واخد بالك، ويمشي على اعتقاد نفسه. في وجه كده، واللي عليه الفتوى ياخد بأقوالهم لأنهم بلغوا حد التواتر فيترجح عنده الظن إلى اليقين، فيبقى ما خدش بيهم، ده هو كلامهم رجح له اليقين، وصله لليقين، فيبقى برضه ما خدش بيهم، ده خد بيقين نفسه. فاهم؟ يعني كلامهم وصله هو لدرجة اليقين، فلما وصل هو لدرجة اليقين أخذ بيقين نفسه، فصار إماما برضه لنفسه وللناس، مش مأموما لهم وهو إمام لهم، ما اجتمعش عليه الاثنين، وعشان كده هو الراجح. والله تعالى أعلى وأعلم. والإمام الشافعي ليه باب في الصحيح اسمه هل يأخذ الإمام بقول الناس إن شك؟ ليه باب كده، وجاب بقى حديث اليدين وغيره وغيره. يبقى
ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا او سهوا. واذا شك، يبقى عرفنا شك دي بتاعته دي معناها غير اليقين، يدخل في الظن والوهم والشك. في عدد ما اتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا، بنى على اليقين وهو الاقل كالثلاثه في هذا المثال، واتى بركعه ويسجد للسهو ولا ينفعه غلبه الظن انه صلى اربعا. شوف اهو غلبه الظن ما تنفعوش، لو كتب الاحناف ما تلاقيش اللفظه دي، يقول لك ياخذ بغالب ظنه لو كتاب احناف. ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر، على القول المرجوح ده، على القول المرجوح والقول الراجح لو بلغ عدد التواتر يعمل. واضح؟ وسجود السهو سنه كما سبق، ومحله عند الشافعية قبل السلام مطلقا. يبقى سجود السهو عند الشافعية امتى؟ قبل السلام مطلقا، سواء نسي بالزيادة أو بالنقصان. واضح؟ قبل التسليم مطلقا. فإن نسيه الشافعي قبل التسليم فسلموا عليه سجود، يسجد بعد التسليم. واضح؟ ولا تشهد بعده عند الشافعية، ويقول التشهد بعده عند الأحناف. سهلة؟ يعني كل اللي بيعمله المسلمين صح. يعني سجد إمام سجد بعد التشهد وبعد ما سلم وراح سجد السجدتين وقعد يقرأ تشهد تاني وسلم، ده حنف. ما تروحش تعلق معاه ولا تقول له أنت عملت لنا مشكلة. لو علقت أنت تبقى المشكلة، أنت اللي مشكلة. واضح؟ لأن يعني عند الأحناف مفيش تسليم إلا بتشهد. فطالما سجد للسهو بعد التسليم وعايز يسلم تاني يبقى لازم يقرا التشهد عشان يستحل التسليم. فهمت؟ لكن الشافعي عندهمش التشهد بعد سجود السهو، سواء سجد قبل التسليم او سجد بعد التسليم. يسلم تاني. طبعا لانه دخل في الصلاه. يعني الشافعي يسجد للسهو قبل التسليم مطلقا، سواء كان ناسيا بالزياده او بالنقصان. واضح؟ بالزياده يعني ايه؟ يعني قام لخامسه ثم قعد، يبقى كده عمل زياده. بالنقصان يعني نسي التشهد الاوسط، ده سهو بالنقصان. واضح؟ في الحالتين هيسجد للسهو قبل التسليم. متى يسجد الشافعي بعد التسليم؟ اذا نسي ان يسجد قبل التسليم وتذكر بعد التسليم مباشره يسجد بعد التسليم. والاحناف يسجدوا للسهو بعد التسليم مطلقا، سواء كان السهو بالزياده او النقصان. والمالكيه اذا كان الزياده السهو بالزياده يسجد بعد التسليم، ولو كان السهو بالنقصان يسجد قبل التسليم. وانا ميل لراي الملكيه في المساله دي لانه راي لطيف في فقه. ليه؟ لان سجود السهو شرع جبرا للنقص او ترغيما للشيطان. فان كان جبرا للنقص يبقى ما يسلمش عشان ايه؟ يكمل صلاته. فلو كان ناسيا بالنقصان يبقى صلاته لسه ناقصه. يبقى شروع سجود السهو ليه جبرا للنقص، فيسجد قبل التسليم ما يسلمش والصلاه ناقصه. واضح؟ ولو كان سجود السهو بسبب الزياده فده ترغيما للشيطان، وطالما زياده يبقى الصلاه كملت، يبقى يسلم ويسجد بعد الصلاه ترغيما للشيطان. شفت راي الملكيه وجيه ازاي؟ انا الشافعي بحب راي الملكيه، وان كنت بعمل براي الشافعي، بس راي الملكيه فيه فقه لطيف حلو يعني. صح؟ جزاهم الله خيرا. يعلمك الفقه، الفقهاء دول يعلموك ازاي تفكر. خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد احيانا قبل التسليم واحيانا بعد التسليم. فهل فعل ذلك لفقه بحيث انه سجد هنا عشان سجد بالنسيان، ولا فعل ذلك لبيان الجواز في الحالتين ان كده يصح وكده صح؟ يحتمل ويحتمل، مش كده برضه؟ وبناء على كده بقى كل فقيه عادي يفكر. كل فقيه جم الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا نشوف الحوادث اللي النبي سجد فيها قبل التسليم، لو حصلت لك اسجد قبل التسليم، والاحداث اللي حصلت للنبي وسجد فيها بعد التسليم لو حصلت لك اسجد بعد التسليم. طب ولو سجدت في احداث لم تحدث للنبي اسجد قبل التسليم كالشافعي. ده مذهب الحنابلة. فهمت بقى المسألة؟ عرفت المذاهب الأربعة في المسألة؟ خصوصا ان حصر المسائل اللي سجد فيها النبي سهله، لان خمسه خمس صور وخلصت. ف
فصح لحصرة. فصل الأوقات التي تكره الصلاة فيها، نخلصها دي بالمرة ولا نخليها المرة الجاية؟ نخلصها المرة الجاية. حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. في سؤال تاني؟ الركعة الثالثة مع الإمام. أيوة. مع الثالثة والرابعة. أجهر الركعتين اللي حتى لا تخلو صلاتك من الجهر، وتقرأ سورة كمان. لو أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة فسلم الإمام وقام هو يجيب ركعتين، هل يجهر في الركعتين أم لا يجهر؟ الراجح أنه يجهر في الركعتين ويقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من جهر وسر. واضح؟ وتبقى على حديث ما فاتكم فقدوا، يبقى أنت بتقضي بتجيب الأولى والثانية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الجنة طبعا، بيسأل عن أبوي النبي في الجنة طبعا، مش أبوي بس، ده كل أباء النبي من لدن آدم، من لدن آدم لحد سيدنا رسول الله في الجنة قطعا، لحديث النبي الذي قال ما تفرق الناس فرقتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما، والخيرية عند الله إيه؟ بالتقوى، وإلا مش معقول يبقى في خيرهما وأحد الفرقتين كانوا كفار، فين الخيرية يا أستاذ؟ ما أنا بفهمك، هي واضحة أصلها، واضحة. أنا عندي إشكالين بس نحلهم في المسألة، لكن هو اليقين أن أباء النبي من لدن آدم إلى أن وضعته أمه كلهم في الجنة. هيجي عندي إشكاليتين. إشكال أم النبي عندما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يزورها فأذن له، فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، دي إشكالية هنحلها. إشكالية تانية، قال أبي وأبوك في النار، دي إشكالية تانية. الإشكالية الثالثة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ومعروف أن إبراهيم أبو نبينا، وأبو آزر لو كان أبو إبراهيم يبقى في أحد أباء النبي في النار، يبقى عندنا الإشكاليات دي نحلها إزاي؟ سهلة. نيجي الأول بترتيب الظهور، وهو أبو إبراهيم، آزر عم إبراهيم، وأبوه اسمه تارح ولم يكن آزر، بدليل أن سيدنا إبراهيم وهو في شبابه نهي عن الاستغفار لأبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، وبنى الكعبة مع ابنه إسماعيل وعنده 100 سنة عمره، وقيل 120 سنة، وبعد ما بنى الكعبة قال إيه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ده بيستغفر لوالديه بعدما نهي عن الاستغفار لأبيه، فدل على أن والده غير أبيه، يبقى أبيه عمه ووالده هنا اللي ولده. واضح؟ خصوصا أن العرب تطلق على الأب العم، يعني العم تطلق عليه أب، ويبقى تارح كان عم إبراهيم ورباه، وأبوه ده آزر، آزر عم إبراهيم ورباه، وأبوه كان مات وتربى يتيما كحال نبينا، فكان يقول لعمه يا أبي، لأن تملي العم ما يربي ابن أخوه الابن يطلع يقول إيه لعمه يا أبوي، لكن ما يقولش يا والدي، خد بالك ما يقولوش يا والدي، يقول له يا أبي. دي سبب تاني، يقول لك كونه قال لأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لو قال لأبيه وسكت كان صرف لوالده، لكن لما يقول أبيه آزر دل على أن غير أبيه، زي ما يقول إيه روح سلم على أبوك فلان، أبوك فلان يعني واحد من جيل أبوك، صاحبه في المدرسة مثلا، فهمت إزاي؟ أو أخو أبوك، لكن لما أقول لك سلم لي على أبيك تروح لوالدك على طول، لكن أقول لك أبوك فلان تروح لفلان، فالتحديد بفلان دل على أنه غير أبيه الذي ولده. وخلاصة الكلام أن الوالد لا يطلق إلا على من ولد، أما الأب فمعنى مشترك، يطلق على العم ويطلق على الوالد. واضح؟ فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر نطلقها على عمه ونريح نفسنا، بدليل آية ربنا اغفر لي ولوالدي، قال ولوالدي ما قالش لأبوي،
قال لي وأبوي لوالدي، يبقى والده غير أبيه، خصوصا أنه قد نهي عن الاستغفار لأبيه. واضح؟ يبقى حلنا مشكلة آذر. الحمد لله. نيجي المشكلة لم يأذن لي أن أستغفر لها. نقول لأنها لا تحتاج للاستغفار، لأنها لم تكلف بعد. فأراد الله سبحانه وتعالى ألا يشغل نبيه بالاستغفار لأمي لأنها لا تحتاجه. فهمت؟ قال له استغفر للمؤمنين، أمك خلاص مش محتاجة. فهمت؟ فلم يأذن لي لأنها لا تحتاج للاستغفار، لأن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وهو لم يبعث إليهم رسول. فمش محتاجين استغفار لأنهم غير مقصرين. التقصير يكون بعد التكليف وهم لم يكلفوا. مش كده برضه؟ يبقى دي. طب وأبي وأبوك في النار؟ قال لك أبوه، أبي هنا عمه أبو لهب. لأن نبي يتيم أما يقول أبي يقصر عمي. مش اليتيم أما يقول أبي يقصر عمه؟ ولا قال له والدي؟ قال لي أبي وأبوك في النار. طب مين أبو النبي اللي في النار بنص القرآن؟ أبو لهب عمه. فهمت؟ يبقى حديث أبي وأبوك في النار يروح لأبو لهب. طب وأبو طالب؟ ما يروحش لأبو طالب للخلاف في إيمانه، لأن اختلف المسلمون في نجاة أبي طالب ومذاهب، مذهبين. واضح؟ ونحن مع المذهب اللي هو ناجي بعد سابقة عذاب، وإن هو حيسبق له العذاب أخف الناس عذابا، كمان في عذاب التنقية والترقية لا عذاب الخلود. واضح؟ وبعدين يقولوا إلى الجنة. يبقى الحكاية سهلة وتحلت المشاكل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. ثانيا هقول لك حاجة، لو فرض جدلا أن هناك دليل قوي على أن والدي النبي في النار، لا يجب أن تقوله وتصرح به لأن هذا يؤذي النبي وإذاء النبي من الكبائر، بل قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. فلو فرض جدلا أنه لم ينقضح عندك دليل واضح على نجاتهم، فعليك ألا تتكلم في هذا الموضوع إكراما للنبي حتى لا تسيء له. الإمام مالك كان يلاحظ واحد في عصر العباسيين، كل ما يجي يصلي بالناس إمام يقول تبت يدا أبي لهب وتب في كل صلاة. فقام قال له الإمام مالك، قال له والله أراك رجل سوء تريد أن تسيء النبي في نسبه. اشمعنى الصورة دي وكل صلاة؟ يبقى إساءة للنبي، مع أن أبو لهب ده بنص القرآن في، لكن لو واحد كل شوية يقول لك عمه في النار، عمه في النار، أبو لهب في النار، ما انتفعش بيه، ده في حد ذاتها استهتار بمقام النبي يؤدي إلى سوء الخاتمة. ده في أبو لهب، فما بالك فيما لا يجر فيه دليل قاطع. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اقرأ رسالة، في رسالة مطبوعة للزيني دحلان اسمها أثنى المطالب في نجاة أبي طالب، اقراها وقابلني الثلاث الجاي. ما أنا بتكلم عبد المطلب نجي طبعا، نجي طبعا، لأنه مات قبل البعثة، مات قبل البعثة، وأبوه مات قبل البعثة. احنا من أبو طالب ليه في خلاف؟ لأنه حضر بعد البعثة، مش كده برضه؟ فده فيه الخلاف. لكن عبد المطلب وهاشم وباقي وعبد مناف ولؤي وقصي وكل دول لحد عدنان لحد سيدنا آدم، كل دول ناجين، واخد بالك؟ لكن الإشكالية في أبي طالب لأنه حضر بعد البعثة ولم يظهر له إسلام، ولكن كل أشعاره تدل على الإيمان، واخد بالك؟ فبقى فيها إشكالية، هل يقبل إيمان من لم يصرح بالشهادتين بالقول، أو يقبل إيمانه فينتفع في الآخرة ولا يأخذ أحكام الإسلام في الدنيا؟ فهمت ازاي المسألة؟ وعلشان كده فيها مسألة فلازم تقعد تبحث فيها. وأنا أميل إن هو ناجي في الآخرة، ولو دخل النار لا يدخل دخول خلود، ولكن يدخل دخول تطهير لتقصيره في إظهار الإسلام، وإن كان وهو أخف الناس عذابا، لأنه لما أخفى إسلامه أخفاه شفقة على النبي. ليه؟ لأنه لو أسلم كان النبي هيسترد إيذاء الكفار له، فهو أراد ألا يعني يفقد هيبته عند الكفار حتى يحمي النبي بهيبته. فلو أظهر الإسلام لانهدت هذه الهيبة وأساء للنبي إساءة بالغة، وده الراجح. ولما تقرأ أشعاره تعرف كده، تعرف أنه كان قصد كده، أنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. لكن محدش من ولاده خد رأيه اللي قال له اتبع ابن أخيك،
ابن عمك، واخد بالك؟ الفضل ابن الفضل ابن العباس ابن اخوه، كلهم كان يقول لهم روحوا اجمعوا محمد صلوا وراه، وسيدنا علي بن ابي طالب يقول له كده، كلهم حدش خد رايه في حق في الاسلام الا يقول له اجري اسلم. فهمت ازاي؟ فدل على انه هو كان بيتاخر في اسلامه وليظهره لمصلحه النبي في اعتقاد نفسه حمايه للنبي. فهل هذا الامر يكون مقبولا عند الله فينجيه بالكليه، ولا هذا الامر يكون غير مقبول عند الله فيعذبه؟ يبقى دي مساله فروع وليست اصول. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله.